بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبرنا الشيخ المحدث الناقد الجليل أستاذ الأساتذة العلامة نور الإسلام حفظه الله تعالى ورعاه، قال: حدثني الشيخ عبد الودود رحمه الله تعالى عن شيخ الهند محمود الحسن الدوندي عن الشيخ الإمام قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النالتوي عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن الإمام الحجام الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله مسند الهندي الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي، قال: أخبرنا أبي إبراهيم الكردي، قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي، قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي، قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد بن يحيى الأنصاري، قال: قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين الزبيدي عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الحراوي عن الشيخ عبد الرحمن بن المظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد بن عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفلمي عن الإمام الهما الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلتزمة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومه آمين يا رب العالمين. أنه قال: بعد قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم، وقاله يوزن، وقال مجاهد: القسط الصلاة بالربوبية، ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. قال: حدثنا أحمد بن الشام، قال: حدثنا محمد بن فضيل بن عمارة بن القاطع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أجمعين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى